أشرف المفتش الجهوي لشرطة الشرق على افتتاح نزل الشرطة الخاص بأعوان الأمن بأمن دائرة شلغوم العيد بولاية ميلا، حيث دخل الخدمة رسميا بطاقة استيعاب تقدر بأربعين سريرا إضافة إلى مطعم وخدمات أخرى. التغطية لسفيان بوعون. تدشين نزل الشرطة التابع لأمن دائرة شلغم العيد، وهو مرفق اجتماعي أمني يضاف إلى سلسلة المكاسب التي تعزز من عمل أفراد الشرطة وتعزز وتساهم أيضا في العمل بكل أريحية لفائدة أفراد الشرطة أيضا. وقد سمي هذا المرفق الأمني الاجتماعي باسم شهيد الواجب الوطني بوعافية رشيد عون الشرطة بوعافية رشيد الذي سقط شهيدا للواجب الوطني في سنة 1994 في ولاية البويرة بالضبط في الأخضر.